متابعي قناة ألفا سبريس، مرحبا بكم. إحنا الآن تنتواجدوا في حي الأحباس مدينة الدار البيضاء. حي الأحباس بهذه المدينة هو من أقدم وأعتق الأحياء على مستوى العاصمة الاقتصادية. جينا لحي الأحباس باش نتعرفوا بمعية مجموعة من أبنائه على أهم المعالم ديالو وكذا أهم الرجالات ديالو وأصل التسمية. فرجة ممتعة. سي طاهر، حنا الان تنتواجدوا بالحبوس، من جات التسميه تاع الحبوس؟ الارض كانت تحبسات، تعطات لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وتبناو في هذا نظرا لذاك اللي عطى الارض وحبسها لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، سمات بالاحباس. شنو انا عندي دار مثلا تنجي لوزاره الاوقاف تنقول هاد الدار تنحبسها، هذا هو باش اسم ديال الاحباس. راه ما كاينش في الدار البيضاء، كاين في تقريبا في المغرب كامل، يعني المحسنين في ارض او لا دار او لا فيرما او 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 اي حاجه تيحبسوها، هذا سميتها الاحباس. شكون اهم الناس اللي استقروا في هذه المنطقه هذه؟ واش من مناطق اللي محيطه للدار البيضاء ولا المناطق اللي بعيده على الدار؟ لا، المناطق كاين بعد من تبنى الحبوس، تبنى القصر الملكي هو الاول، بعد تبنى القصر الملكي تبناو الديور ديال الموظفين المخازنيه ديال القصر المشاوريه وكذا باش السكن ديالهم. ومن بعد الناس كاين هنا راه كاين بعض الديور ديال الاحباس كاين الملكيه ملك خاص، الناس بداو تيجيو الاغلبيه جاو من المدينه القديمه، أغلبية ديال السكان ديال الحبوس جاو من المدينة القديمة، وأغلبية هم أهل فاس، أهل فاس، وجاو من فاس تاهما، ومن تما بقى غادي غادي تبدا. أنا الوليد جا للدار البيضاء 1932 مع القاضي بن دريس. القاضي بن دريس كان قاضي بحال دابا تنقولو قضية التوثيق، كان تيفصل في جميع المسائل. انت من مواليد شحال المنطقة هادي؟ 1946 حي الأحباس زنقة النظير. السلام عليكم سي الحاج. مساء عليك، كلشي بخير وعلى خير. مساء عليك. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انت من السكان القدام في درب الاحباس؟ انا مزيان في الحباس، انا من ولاد الحبوس اصيلين، ماشي ما عمري ما خويت الحبوس. سي اشني اهم المعالم تاع الحبوس؟ واش نقولوا الحبوس اشني اهم المعالم ديالها؟ والحبوس الا بغيت تقول هي واحد المدينه صغيره في وسط الدار البيضاء، بالصناعه التقليديه ديالها، بقاعة الزيتون، بالمساجد مولاي يوسف، مسجد سيدي محمد، الزاويه التجانيه، محل ديال التنجارات، وزعما كاين الناس اللي فيها كلهم اصلين وكلهم ديال زعما كاينشي. دابا حنا عندنا البيع والشراء ديال الحبوس هو رمضان وفي الاعياد كيجيو الناس يلبسوا هذوك الملابس ديال البلاد. مسجد محمد ومسجد مولاي يوسف هادو من اعلام تاع المنطقه هذه، امتى تبنوا تقريبا؟ تقريبا 1930 32 هذاك الشيء، واللي بنا هاد الحبوس جوج الناس، وهو فنيش مسلا وسميتو الحجوجي، هما اللي بناو الحبوس. هادو مغاربه وبناو المحكمه حتى من المعالم زعما كاين دابا راهي ولات الجهه. ايوا هذا الشيء هو ديالها. شنو السر ان منطقه الحبوس احتفظت على الرونق ديالها وهذا الهدوء ديالها وسط واحد المدينه اللي هي صاخبه؟ شنو السر؟ بعدا كاين الحبوس خاصك تقول بحال كتسرى في غرناطه، هذاك الشيء ديال الارشيتكتور عرب، كلها ديال العرب وديال سميتو. الدليل ملي كتدخل، انا كان عندي واحد نسيبي الله يرحمه كان كيجي كيخرج مع كيخرجها في الليل في الحبوس كيبدا يتسارو حيت هو كان بانتر كيتمتع في الحبوس، كيقول لي راكم عايشين في الاندلس. وزعما كاين وحتى السكان ديالها ناس كلهم طيبين وناس مزيانين ومحتفظين
على الرونق الحبس ما نبدلينوش. احنا في 2010 جمعيه قامت جمعيه هوات الموسيقى الاندلسيه باقتناء هذا البيت، خدينا هذا البيت باش نديروا المقر ديال الجمعيه ونعملوا واحد المتحف ديال الموسيقى الاندلسيه. وعلاش اختارينا الحبوس؟ لانه الحبوس واحد الحي عريق، واحد الحي اللي فيه معالم تاريخيه كبيره، وهو يعد المدينه القديمه من بين المدن القديمة. كاين المدينة القديمة ديال الدار البيضاء، أنا كمهندس معماري قبطنا حافظنا على هذا الدار، لأنه إلا شفتوا هذا الخشب، هذا الخشب ديال الأرز ديال هذا الدار، دابا هذا الخشب عنده أكثر من قرن من الزمن، احتفظنا على، قمنا بالترميم ديال هذا المعلمة لأنه هو منزل قديم، قمنا رممناه وعملنا هذا الترميم وخليناه بالهيئة ديالو. وعملنا واحد المتحف ديال الموسيقى الاندلسيه. دار الان امتى تبنات في الاصل؟ لا، في الاصل هذا منزل تبناه، هو الحبوس كله تبنى في اوائل القرن الماضي. السلام عليكم. السلام عليكم. داير بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيكم ومزيان، الصحه لاباس. انت واحد من السكان القدام في هذه المنطقه تاع الاحباس. انا كملنا 100 عام في هاد الدار هادي، انا خلقيت في هاد الدار، انا هو الصغير في خوتي خلقيت هنا. يعني الوالد هادي دار تاع الوالد؟ دار الوالد رحمه الله. انت تزوج الوالد؟ الوالد تزوج في 1931، تزوج ها لاكس ديالو عندي، مازال عندي الاوريجينال. تزوج ب 7 دراهم و50 فرانك. 7 دراهم و50 فرانك صداق. وهذا التوصيل ديال الكرا ديال الدار ديالنا، ديال هاد الدار ها هو، ب 50 ريال ديال الكرا في عام 44. حنا كنتواجدوا في زنقة أهل الفاس، وهاد الزنقة لماذا سميت زنقة أهل الفاس؟ لانه جاوا الناس اللي تبنى القصر ديال سيدنا الله ينصرو، وكانوا ديروا خاوين هنا، هما يقول لهم خصكم تطلعوا تسكنوا في حي الاحباس، والناس اللي تجار وداك الشيء هاجروا، اللي هاجروا من فاس جاوا للمدينه القديمه، ومن بعد طلعوا لزنقه اهل فاس، سكنوا في الزنقه هذه. جلال، شنو اهم الاسماء البارزه اللي نجيب حي الاحباس مدينة الدار البيضاء؟ من الاسماء البارزه اللي كانت في الحبوس كان السي منصور من المقاومين، كان السي علال الفاسي، كان الحاج عبد الله جلال الوالد ديالي، هادو الناس مقاومين، وكان السي كان القباج اللي كان كيسوق بالطياره بسيدنا، حتى هو ولد الحبوس من الشخصيات اللي خرجت من الحبوس، كان المعطي بوعبيد حتى هو، كان الجنرال بن سليمان قرف مدرسه مولاي الحسن هي فاطمه الزهراء حاليا، والقائمة طويلة. شنو أهم العائلات اللي استقرت في درب الأحباس أو حي الأحباس؟ أهم العائلات أسيدي اللي استقرت في حي الأحباس اللي قدام هما كاين دار من إبراهيم، كاين دار الخطيب، كاين دار السقلي، كاين دار بن يحيى، كاين دار السكوري، كاين دار بن جلون، كاين دار القباس، كاين دار القباج، كاين دار السحاقي، كاين دار البوراجدي، هما تيقولهم دار برنوسي، معروفين بالبرنوسي هما البوراجدي. وكاين دار بن شقرون، ودار عمور، ودار بن الحسن هي دار شدادي، ودار بن كيران، ودار ودغيري، ودار السكوري خو السكوري كان ساكن تحت. وعلى اليمين سيدي كاين دار والحيان، كان دار والحيان، وكان دار جلالي الدار ديالنا، ودار فلاح هي الدار اللي على اليمين، قبل منها كان ساكن فيها با تهامي اللي كيبيع الطون، هو من معالم ديال الحبوس هو. نسيتو، كان كيبيع الطون انا معروف باتهامي، وكان الحاج عباس القزار حتى هو معروف. هاد جوج الناس معروفين في الحبوس من 1930 تقول 32 34 هما في الحبوس، هذاك كيبيع الطون معروف، والحاج عباس القزار. ونعم سيدي كاينه دار هشام كيقول دار العرشي، دار مي مريم
معروفه بدار ام مريم، كان دار التازي، وكان دار الرايس، ودار الحجوجي اللي بنى الحبوس، دار الحجوجي حتى واحد ساكن هنايا.